هو النمر الأسود والإمبراطور أو حتى البيل بواب أو قائد الأربعة في مهمة رسمية. هو النجم الراحل أحمد زكي. اتولد أحمد زكي يوم 18 نوفمبر عام 1949 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، علشان يبدأ بعدها مشوار فني حافل بالنجاح على مدار 32 سنة. بدأ أحمد زكي مشواره الفني بالمشاركة في مسرحية حمادة ومها عام 1967، وبعدها شارك في مسرحية هلو شلبي بطولة عبد المنعم مدبولي. وكانت انطلاقة أحمد زكي الحقيقية في مسرحية مدرسة المشاغبين لما عمل دور الطالب المجتهد، وبدأ نجمه يلمع بعد مشاركته في بطولة المسرحية الكوميدية العيال كبرت عام 1978. بعدها انتقل للتمثيل التلفزيوني وأدى دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام. قدم الفنان أحمد زكي أكتر من 60 فيلم وحقق من خلالها نجاح جماهيري كبير. ولعل من أهم الأعمال السينمائية اللي قدمها الراحل أحمد زكي تجسيده لشخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فيلم ناصر 56، وكمان من أهم أعماله فيلم السادات والإمبراطور والنمر الأسود وأربعة في مهمة رسمية وغيرها. اتجوز الفنان أحمد زكي من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وربنا رزقهم بابنهم الوحيد وهو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، واللي شارك مع والده أحد أدواره بتجسيده لشخصية عبد الحليم حافظ في شبابه. لكن أحمد زكي انفصل عن زوجته الفنانة هالة فؤاد بسبب بعض الخلافات، وده بعد ما طلب أحمد زكي من زوجته اعتزال التمثيل والعمل كمذيعة، وبسبب حبها لعملها رفضت وحصل بينهم الانفصال. في عام 2003 ساءت الحالة الصحية للفتى الأسمر، واتضح إنه بيعاني من سرطان الرئة، وفي 27 مارس 2005 مات صائد الجوائز، وترك خلفه سمعة طيبة وأعمال لا تنسى.